السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش دوشناكم امبارح بقصة كده ولم نلقى بها رد إلى الآن، ولكن مش مشكلتنا دلوقتي، ولحد ما إن شاء الله بإذن الله نرجع نتكلم تاني في الاستثمار والاستصلاح الزراعي، وإن الواحد يكون عنده خلق وعنده طولة بال يرجع يتكلم تاني إن شاء الله بإذن الله. وهوعدكم بشويه لايفات حلوه الفتره الجايه برضو باذن الله في القصص دي، وهتبقى لايفات حلوه طالما انا ملمعاتي بقى، انت فاهم، هلمع بيها الناس يعني. المهم عشان الساده الافاضل اللي انضموا لينا حديثا، علشان كنا بنتكلم في الاستثمار والاستصلاح الزراعي، واهملنا كلامنا الاساسي عن الاشجار الخشبيه، يعني لقمه عيش بتاعتنا وهي اللي بتاكل عيش. فاحنا اهملنا فعلا الكلام في الاشجار الخشبيه، واهتمينا شويه بالكلام بالاستثمار والاستصلاح الزراعي. المهم يا سيدي، يعني الاشجار الخشبيه مش فقط لانتاج الاخشاب، جميل، يعني ليها ابعاد وليها كذا موضوع مختلف. وخلينا نقول ان الحمد لله بفضل الله الواحد كان من اوائل الناس اللي بدا يوظف الاشجار الخشبيه اللي هي عاليه القيمه وغاليه الخشب وغاليه في قيمه الخشب بتاعها في عمل مصدات الرياح، وكان اول حاجه دخلناها في القصه دي المهوجني الافريقي. ولكن قبل ما تطرق للكلام عن الاشجار الخشبيه بشكل موسع شويه، تمام، هنقعد كم يوم نتكلم في القصه دي، خلينا نقول الاول المصدات الرياح او الويند بريكس ايه الفكره منها. بص يا سيدي، انت يعني كان في مناقشه من كام يوم على جروب من الجروبات بنتكلم في زراعه السمسم وعباد الشمس او دوار الشمس، انا اسف، وشويه محاصيل ذاتيه. ودايما يعني انا برضو الحمد لله انا ما قلتش اللي قال الكلام ده واتاكد عليه الساده الاستشاريين الافاضل، ان اول خطوه لازم تعملها لو هتزرع المحاصيل الزيتيه او ايا كانت المحاصيل في ارض استصلاح جديد في الجبل، ان انت لازم تزرع مصدات الرياح. ده حاجه اساسيه، ده حاجة أساسية أنا بنادي بيها من سنين، والحمد لله الناس فهمت دوت دلوقتي لما بدأت تشوف التغيرات المناخية وبدأت تشوف الانحرافات المناخية، لو هنتكلم بشكل مظبوط وبشكل علم مظبوط في اللي بيحصل. الجو سبحان الله بالنهار حر وبالليل طوبة، يعني حد لعب في اعدادات الغلاف الجوي وفيروس السيستم خالص يعني. ودي حاجه مثلا اللي مخلينا لحد دلوقتي ما سلمناش للناس الاشجار بتاعتها، ان الجو لحد دلوقتي مش عارف يظبط. اجي الصبح اقول خلاص هنطلع الشتلات من الصوب ونبدا نأقلم بقى عشان نسلم الناس شغلها، يجي بالليل يسقع الشوال اللي نطلعهم يقع. فدي قصه عجيبه يعني. المهم يا سيدي، ان مصدات الرياح مختلفه الانواع. يعني ايه مختلفة الانواع؟ يعني في مصدات منفذة ومصدات شبه منفذة ومصدات عديمة النفاذية، جميل. ومصد الرياح يا صديقي العزيز ليس فقط مجموعة من الاشجار انت بتلفها حوالين ارضك وخلاص شكرا، لا، الموضوع هنا مختلف تماما حرفيا. يعني ايه يا سيد محمود؟ يعني يا فندم هقول لحضرتك، انا سي مثلا عندي 100 فدان، حلو، ال 100 فدان انا خدت ال 100 فدان كلهم بخط واحد من الشجر، جميل يا سيدي، جميل. هل كده انا عملت مصد رياح؟ لا، انت عملت سور شجري، ما عملتش مصد رياح. ليه؟ لان كل متر طولي في هذه الاشجار المستخدمه في عمل مصدات الرياح بيحمي قصادها، بيحمي، ركز في الكلمه دي، بيحمي قصادها 10 اضعاف طولها. يعني لو هي متر تحمي قصادها 10 متر، لو هي 20 متر تحمي قصادها 200 متر. طيب باقي الارض يعني بلح، عادي العوض ومنه العوض. الجو او الهواء او الرياح بتيجي، بص، ويو كده، جميل، خبطت في الشجر زيو، حلو كده، تروح طالعه لفوق كده وتروح نازله تاني وماشي، انت فاهم. في هذه القصه الرياح بتيجي بسرعتها مثلا 60 عقده 100 عقده حسب ما بتتحسب، جميل، بتخبط في هذا السور الشجري وتروح طالعه لفوق للشجر ونازله تاني، حلو كده، تنزل تاني بتبقى انكسرت مثلا بقت 20 30، بتمشي قدامها طبعا ما تلاقيش حاجه تخبط فيها تاني، فبتروح مكونه دوامات ويبدا الهواء يشد حيله تاني، يبدا الهواء يشد حيله تاني. يا نجم يا بيه يا اللي ما بتسمعش الكلام، يا اللي فاكر ان انا عايز ابيع لك شجر بس، ماشي، اسال الجماعه الافاضل اللي عملوا نفس القصه دي زعلانين من الهواء. لو هيزرع محاصيل او هيزرع بعض الاشجار، بعض الانواع من اشجار الفاكهه وخصوصا المانجا، المانجا دي قصتها سودة، واحترت ليها في مصد رياح لحد ما رسينا انا وكذا واحد من خبراء زراعه المانجا في مصر على صنفين ثلاثه، ونتكلم برضو ان شاء الله باذن الله في الاسبوع دوت. وخلينا اهو بسجل معاك اللي هو مصدات الرياح للمانجا، جميل كده، ماشي. طيب المفروض انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا اجي جوه كل 200 متر اروح واخد خط
شجري، اروح واخد خط شجري. والاصل في الموضوع ان انا لو بعمل مصد رياح، الاصل في الموضوع لو انا بعمل مصد رياح ان اعمل شجيره ثم شجره ثم شجيره. شكل الهرم عارفه ده، شكل الهرم ده المفروض انا اعمل مصد رياح بتاعي بالشكل ده. بس طبعا مين اللي هيعمل الكلام ده؟ ما فيش حد يعمل الكلام ده. سيد محمود انت عايز تبيع شجر وخلاص صح؟ اشتروا شجر بقى. طب بلاش تشتروا شجر، ادعمونا وانتسبوا للقناه. فكره الناس اللي بتتصل تلاقي تليفوني مقفول، انا قاصد تمام هتنتسب في القناه وتدفع يلوي، ابعت لي هقول لك الرقم الثاني اللي يجيبك عندي بسرعه. المهم يا سيدي، طب انا لو مش هعمل كده اروح اعمل ازاي؟ هروح اعمل حضرتك في الميت فدان بتاعتي الخط الشجري بتاعي اللي على حدود الارض من بره، ثم هاجي هقسم كل 200 300 متر هاخد خط شجري. هنا بقى بتقابلني مشكله، يعني انا مثلا لو هزرع جزورين حوالين الارض من بره مفيش مشكله خالص يا سيد محمود، انما هل ينفع بقى ان انا اقسم الارض من جوه بجزورين؟ ده موضوع صعب وهاثر على الزراعات اللي موجوده للاسف، هيأثر على الزراعات الموجودة. وهنا كانت المعضلة والمشكلة اللي هو اختيار الصنف الأصلح لزراعته في داخل الأرض وسط الزراعات الأخرى، سواء كانت نخيل سواء كانت أشجار عادية سواء كانت محاصيل. أن أنت محتاج شجرة ما تبهدلش الدنيا تحتيها صح؟ قول لي صح، قلت لي صح؟ هنا دي النقطة. طيب أنا مثلا هقول لك عن نقطة، ازرع برا جزورين، ازرع برا كفور، وازرع في قلب الأرض جوه مهوجني او ركز او مين سارو. هو بيقولوا عليه كده سارو، مش فاهم ليه بس هو اسمه سارو عادي. طب اشمعنى الصنفين دول؟ ان الصنفين دول جذورهم الجذور فيهم الى حد ما بنسبه كبيره او بنسبه 90% جذور وتاديه، وبتطلع بعد كده من تحتيها في الاعمار الكبيره جذور بتدعمها. فهنا انت تقدر تزرع تحتيها اي حاجه انت نفسك فيها. فانا في الفيديو دوت اديتك ملخص سريع عن انشاء مصد الريح، ولو عايز تستفيد اكتر هتلاقيني سايبك تحت في صندوق الوصف كذا فيديو اتكلمنا فيهم في القصص ديت، ارجع ليهم تاني لو انت اول مره تشوف الكلام اللي احنا بنتكلم فيه عن الاشجار الخشبيه وزراعه وانشاء مصدات الريح. وللعلم يا ساده يا فاضل في جروب تم عمله على الواتساب علشان نستقبل فيه مقترحاتكم ونستقبل فيه اسئلتكم ونستقبل فيه استفساراتكم، وهتلاقوا الرابط برضو موجود تحت في صندوق الوصف. ولا تنسى اخي في الله ان انت تشترك في القناه، مش الاشتراك العادي لا، ان انت تنتسب للقناه في اي مستوى من المستويات اللي موجوده. ولو انت سبت المستوى التاني ده هتبقى حبيبه وصاحبه كفاءه، هو اسمه كده، وساعتها هيبقى ليك سرعة وحق وصلاحية الوصول لأخيك الفاضل الملمعاتي محمود حمدي في أي وقت كان وتحت أمرك في أي شيء. تحياتي ليكم إخواتي وحبايبي، كل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة واكتبوا لنا في التعليقات حابين نتكلم في إيه تاني الفترة الجاية.